ماما جت ولا لسه؟ اتصلت وقالت انها في الطريق هي والاستاذ بركات. بص بقى يا صفي الصراحه، انا استاذ جيل مش راكبه على بركات خالص، وبعدين قال يا اختي بقى يزعل ويتقمص كده لما اندهله باسمه حاف. خلاص بقى اتمرع، محدش عارف يكلمه. مخبيه عليا ايه يا نجوى؟ ها وانا اخبي ايه يعني؟ ما انا عارفاكي، لما بتقعدي ترغي كتير بعرف انك عامله سودة. هو ايه اصله ده؟ يا ساتر يا رب على سوء الظن يا شيخه، حرام عليك. ما قلتليش ليه ان الدكتور شريف اتكلم؟ ايه ده، هو قالك؟ اما راجل عيل صحيح. لا يا اختي، بس انا ما سكتش، قعدت اهدي فيه. قلت له يا اخويا ده هي متعوده على شتيمه في الجرانين طول عمرها، ياما مسحوا بسمعتها البلاط. عالم فاضيه بقى، لا وراهم لا شغله ولا مشغله. تعالي يا نجا تعالي. ايه نهار ابوكي اسود انا يا وليه، انت مش قايله لك قبل كده ما تعمليش نفسك وصيه عليا؟ وصيه ايه يا اختي؟ الشر بره وبعيد، ربنا يديكي طولة العمر. يا جهله، هقول لك ايه؟ جهله، انا مش قايله لك قبل كده ما بحبش حد يقرا الجرايد قبليه؟ لا يا اختي، فالوحش ولا ايه؟ وبعدين والنعمه ما حد بص فيهم قبليكي. ده يا اختي الاستاذه سميره اتصلت، ولما قلت لها انك نايمه بقى قالت لي اسمعي يا نجوى، حسك عينك توري صف الجرايد النهارده خالص، اخفيها من قدامها. وانا يا اختي عشان عارفه ان بقر قدامك حد الله ما بصيت فيها، رميتها على طول. طب امشي امشي امشي، غوري من قدامك هتجدهي، غوري. لا لا، ده انتوا اتمرنتوا كلكم بقى، ده العيشه بقت صعبه معاكم بجد. صباح الفل يا قمر. سميرة، اخر مرة تاخدي قرارات بالنيابة عني، انت فاهمة ولا لا؟ يا صافي مالك بتزعقي ليه؟ انا عايزة افهم مين فينا بيشتغل عند التاني؟ هي الحيوان اللي عندك قالت لك برضو؟ يا بنتي يا بنتي، انا من حقي اعرف كل اللي بيتكتب عني من غير ما تفكري لي. الحق عليا يعني، انا ما كنتش عايزة انكد عليكي على الصبح. خلاص اوكي، ما تعرفينيش بقى. يا ستي ما تقلقيش على شريف، انا كلمته وفهمته مين اللي ورا نشر الكلام ده وليه. لا طبعا ما جبتش سيرة نديم، انا حكيت له عن صلاح. اما الجورنال بتاعه هو اللي نشر، هيكون نشر ايه؟ كلام فارغ طبعا. بصي سيبك من ده كله، انا عايزاك تفتحي في صفحتك على الفيسبوك وشوفي الناس اللي بيحبوك كاتبين لك ايه. عايزك بس ايوه يا سميرة، سوري ما تزعليش مني، انتي عارفة انا متوترة قد ايه. تتأخريش على الحين النهاردة. مش هتأخر، ما تخافيش. باي يا سمسم. الو، سوري يا فندم، لا رئيس التحرير النهارده في اجازه، النهارده العيد، كل سنه وحضرتك طيبه. مين؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طب ثانيه واحده. سوري يا فندم، انا عارفه ان حضرتك بتكتب، بس التليفون ده لازم ترد عليه. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم.
اهلا يا ابو صلح، يا ابو الشرف كله. مين يا فندم؟ ايه نسيت صوتي كده بسرعه بعد اخر مره هزقتك فيها؟ مين اللي بيتكلم؟ انت ما بتردش على الموبايل ليه؟ ما تستعبطش. اهلا. وانت طلبتيني؟ معلش اصل انا كنت قافل جرس التليفون عشان كنت بكتب. الله يرحم زمان، كنت بتنتهى اجداها مقال وسط الدوشه والناس. ايه النضال بقى محتاج تركيز اليومين دول ولا ايه؟ يا الجوازه الجديده دي جمدت قلبك ولا ايه؟ مش خايفه تلبسي قضيه انتحال شخصيه رسميه؟ يا سيدي ما انت اهو عيني عليك بارده، عايش ومنتحل شخصيه مناضل. خدنا جنبك يا عم بجملة المنتحلين. صافي اخلصي، عايزة ايه؟ وديني وما اعبد يا صلاح، ما هنسلك اللي نشرته النهاردة في الجورنال وحيات امي. بس مالك فيك ايه؟ ما تحلفيش. الله، وكان ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي اتنشر بقى؟ ما انتش عارف ايه اللي اتنشر يا صلاح؟ عايز تفهمني ان اسم الواد اللي نزل على المقال ده له دعوة بيه؟ عشان تبقى عارف ريحتك فايحة من المقال، انا عارفها كويس. بجد؟ دي شهادة اعتز بيها. ما انا حطها في قائمة اوسخ الروايح يا عينيا. امينة اتلمي. وحياة سفالتك يا صلاح، لا هتشوف اللي عملته ده هتدفع تمنه قد ايه. عشان تبقى عارف انت اللي ابتديت، وده ضرب تحت الحزام، وانت اللي ابتديت الوساخة دي. بس اهدي كده، اصالحك ازاي؟ تحبي ابعتلك مصور عشان ياخدلك كام صورة كده ونزلهم في الصفحة الاولى مع كتابة احلى كلام؟ وحياة امي لو حد من ناحيتك هوب بس ناحية القاعة ولا الفرح لكون كسر رجله. ليه؟ هو العريس الجديد اشترالك الاوتيل ولا ايه؟ هو غني اوي كده؟ معلوماتي بتقول يعني انه مش غني ذات ماتش. حلوة ذات ماتش دي، من روح العريس. بقولك يا صلاح اسمعني كويس اوي، لو كنت فاكر ان انت هتطفي فرحتي وتوسخ الدنيا الجديدة اللي انا داخلها تبقى غلطان. انا لحمي مر اوي يا صلاح، وما تنساش كمان ان ملفاتك الوسخه كلها عندي. اتلم يا مرام الحطه، ملفات اللي بتتكلمي عنها دي؟ وانا لو عندي ملفات كانت استخبت. ليك يا حبيبي ليك، ولو عايز بكره الصبح تبقى منشوره في كل جرايد مصر هتنزل. اتصرفي زي ما انت عاوزه، اعلى ما بخلي اب. معلش انت كده كنت هتخليني اغلط، وده حرام عشان النهارده عيد. ماشي يا صلاح ماشي، انا هوريك، وبكره تشوف مين هي صافي سليم. اطلبي لي داليا بسرعه. اللي اعرفه يا فندم ان هي بايته في الاعتصام. بايته؟ ايه الكلمه القديمه دي؟ ثم اعتصام ده ايه كمان؟ بتاع الشباب، قصدي العيال لسه ما تعينوش. اوه هو لسه شغال؟ ايه ما بيزقوش؟ اطلبوها لي على الموبايل بسرعه. حاضر يا فندم. يا بنتي ما تخليش واحد كلب ولا تسعري بوظ عليك ليله فرحتك. يا ابو انا مش زعلانه عليا، انا خلاص اخدت على الاشكال الوسخه دي. انا زعلانه دلوقتي على شريف، ذنبه ايه الراجل يصحى الصبح يلاقي اسمه مكتوب بالشكل ده؟ والله انا شايف ان انت مكبره الموضوع على الفاضي، وبعدين هو مش الدكتور شريف عارف ان انت كنت متجوزه قبل كده؟ يبقى فيها ايه بقى؟ وانت اول واحده تتجوز وكانت متجوزه قبل كده؟ تصدق الواد اخوكي الاهبل ده اول مره يطلع من حنك والكلام صح؟ وبعدين ده متربي في بلاد بره، يعني الحاجات دي عنده عادي. حلاوتك يا حاجه نوال، شفتي اخره الفرجه على دكتور فيل جابت نتيجه ازاي؟ يا شيخه روقي كده. وبعدين انت مش بتقولي ان الراجل طلع اجنبي ومش همه كلام الجرايد اللي مكتوب ده كله؟ يبقى انت ايه اللي مزعلك بقى؟ انا زعلانه على الناس، الناس ليه مش عايزه تسيبني في حالي؟ حرام حرام افرح زي خلق الله. وانت زي خلق الله يا بنت، انت حاجه لوحدك، انت جميله، هو في زيك؟ بصراحه صافي انت السبب في كل اللي بيحصل ده،
كان فيها ايه يعني لو كنا عملنا فرح على الضيق كده ولا من شاف ولا من دري؟ لازم يعني نعمل فرح اخر حاجه ونعزم فيه الخلق دي كلها ونفتح عينين الناس علينا. وما عملش فرح ليه؟ بسرق ولا بعمل حاجه غلط؟ يعني هي الجوازات اللي فاتت اللي في الكتمي كانت غلط؟ كتمي يا ابن الهبله، انت مصمم تحرق دمي مش كده؟ فيها ايه يعني لما اتجوز واعمل فرح؟ فيها ايه؟ ها؟ كفرت ولا كفرت؟ بعد ما ربنا كرمني بالراجل اللي كنت بحلم بيه ياما، فيها ايه ياما لما اتجوز واعمل فرح؟ فيها حاجه دي؟ فيها حاجه لما احلم بفستان الفرح اللي كل بنت بتحلم بيه؟ ايه؟ بتبصيني زي ما اكون مجنونه ان انا قررت احلم؟ شايفاني عجوزه مكركبه ولازم اتنيم في السر؟ انا قلت عجوزه ولا مكركبه؟ حد فيكم سمعني قلت كده؟ انا قلبي عليكي علشان انتي نجمك خفيف والعين عليكي قد كده. نصيبي بقى حظي كده، مفيش حاجه عملتها والناس سابتني. اشتغلت مذيع ياما هجموني، مثلت قطعوني، غنيت سابوا صوتهم يقرف الكلب ومسكوا فيا، صاحبت مش عاجب، اتجوز برضو مش عاجب. ايه اولع في نفسي عشان يعمدوا يسيبوني في حالي؟ لا ولعي فيا انا يا اختي، انا في داكي. هو ايه اصله ده؟ ده انتوا عيله غريبه قوي على فكره. انا ما بقتش عارفه نجمكم خفيف ولا عقلكم هو اللي خفيف. اشحال ما كنتش راش البيت كله خرز ازرق كده عشان تاخد العين وتغور. يلا يا اختي غوري، قصدي قومي استحمي كده ولا خدي الشاور بتاعك. ما تنسيش ان النهارده اول ليله حنه في كل الجوازات اللي مش عارفه عددها اللي انت جوزتك. امشي يا ملعون، يا خرابي يا خرابي، والنبي ما انا قاعده في البيت والنعمه ما قاعده.